بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. الناس كلها النهارده وامبارح بتتكلم في موضوع واحد، هل اسحب فلوسي من البنوك اللي انا فيها ولا اعمل ايه بالظبط؟ كلام جديد وبيان من البنك المركزي بيعلن فيه عن اول بنك الكتروني. ايه حكايه البنك الالكتروني ده؟ يعني المفروض انا انقل فلوسي من البنك ده البنك بتاعي للبنك الالكتروني، ومين اللي المفروض هيتعامل مع البنوك دي؟ طيب هل بالفعل البنوك المصريه كلها تغلق فروعها في مصر ولا دي مش حقيقة؟ هنتكلم بقى مع بعض في تفاصيل كل الموضوع بالكامل، ولكن يا ريت لو حضراتكم اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في البداية النهاردة كان في بيان من البنك المركزي بيمنح شركة ابتكار أول رخصة لبنك إلكتروني، أو إنه يكون في بنك إلكتروني أو بنك يعني حضرتك بتتعامل فيه من خلال الأونلاين فقط. يعني ايه اصلا بنك الكتروني؟ الفكره موجوده في كل دول الخليج ولكنها جديده عندنا هنا في مصر. من حوالي 9 شهور تقريبا بدانا نسمع عن فكره البنك الالكتروني، والنهارده تم اطلاق اول بنك وهيكون اسمه وان بنك. الشركه دي او الشركه اللي قلت لحضراتكم عليها دي شركه ابتكار، دي شركه مصريه تابعه لبنك مصر. يعني بنك مصر اكبر مساهم في الشركه دي او اول واحد مؤسس للشركه دي، وده بصراحة بيدي لحضرتك أول ضمانة للبنك الإلكتروني. طيب إيه هو البنك الإلكتروني؟ هو بنك زي البنك اللي حضرتك بتتعامل معه بالظبط، زي بنك مصر، زي البنك العربي الإفريقي، زي بنك الأهلي، زي أي بنك موجود في مصر، ولكن ملوش فروع على أرض الواقع. بمعنى إنه مفيش بقى موظفين، مفيش موظف خدمة عملاء، مفيش موظف التيلر أو الخزنة، مفيش أي حاجة من الكلام ده كله خالص. مش بقى بصحى من النوم الصبح عشان خاطر اروح البنك وكل الكلام ده، عادي جدا بفتح حساب من خلال الاونلاين، بفتح الحساب بتاعي بديهم ضمانات انه انا الشخص ده، بتصور جنب صورة البطاقة بتاعتي وبدي لهم البطاقة بتاعتي، بيفتحوا لي حساب، بقدر اودع وافتح الحساب عادي جدا جدا. طبعا عارفة حضراتكم دلوقتي ممكن تكونوا قلقانين، طيب فلوسنا اللي في البنوك هنعمل فيها ايه؟ على فكرة الموضوع هيكون ليه مميزات كتيرة جدا وعيوب قليلة الحقيقة، لانه الفكره بصراحه فكره محترمه جدا جدا. نبدا الاول بالمميزات. المميزات انه انا مش هروح البنك انتظر، يعني انا ولا هاخد دور في هنا ولا هنا، ولا في اصلا رقم، ولا انه انا اروح اضيع نص يوم في البنك ولا الكلام ده كله. الحاجه الثانيه انه هيكون اول بنك الكتروني تم انشاؤه في مصر، فحضرتك بقى هتلاقي انه في عروض واوفرات محترمه جدا جدا علشان خاطر يقدر يثبت وجوده على ارض الواقع. هتقول لي عروض ايه والعروض دي هيعملها ليه؟ العروض دي مش جوائز وهدايا، لا، هتلاقي حضرتك عندك بقى شهادات بعوائد مميزه ومحترمه جدا، حسابات توفير محترمه جدا، بيتغاضى عن حاجات كتير وتعقيدات كتير موجوده في البنوك، اوراق كتيره ممكن حضرتك تقدمها علشان خاطر يكون ليك حاجه في بنك. الحاجه اللي بعد كده بقى انه هنا وفر حاجات كتيره جدا، وفر مباني، المبنى، البنيه التحتيه، يعني وفر فروع ودي بتتكلف كتير جدا جدا، وفر شركات الامن والسيكيورتي، الحراسه، وفر كمان موظفين. كل دي يا جماعه فلوس بتتصرف او بتطلع من ميزانيه البنك، كل ده هيحاول ضخه لصالح العميل، يعني العميل هنا هيكون مستفيد. طيب الضمانات، شركة بنك مصر هي او المؤسس الاساسي لبنك مصر هو اللي بيملك الشركة دي، يعني مع حضرتك برضو ضمانة من بنك يعتبر تاني اكبر بنك في مصر او الفرع التاني او اليد التانية للبنك المركزي. ومضمون فين؟ مضمون من البنك المركزي. طيب انا هعمل ايه؟ اعمل ايه في فلوسي؟ اولا لو حضرتك ليك فلوس في اي بنك عشان تكون عارف، رقم واحد مش هيتم اغلاق الفروع الحالية، يعني البنك الاهلي، بنك مصر، عربي الافريقي، كيو ام بي، كل البنوك اللي موجودة في مصر هتتبقى زي ما هي حين انهم يعلنوا نجاح التجربة. طيب هل ممكن اجي في يوم من الايام واشوف الفرع اللي انا بروح له ده مش موجود؟ ما هو مش احنا كلنا واحد، يعني لو كنا كلنا عندنا خلال الابليكيشن بتاع البنك يبقى كلنا هنعرف نتعامل، لكن انا متأكدة كتير جدا من حضراتكم بيسمع الفيديو دلوقتي وما بيعرفش اصلا يتعامل من خلال الابليكيشنز بتاعت البنك. الناس دي هتتبقى زي ما هي،
هيفضل عادي جدا يصحى من النوم يروح للفرع ياخد رقم موظف خدمة عملاء او رقم تيلر ويبدأ يدخل على الموظف ويتكلم معاه يقبض فلوسه ويحط فلوسه يسحب ويودع وكل الكلام ده كله. لكن بقى اللي هو اصلا بيتعامل مع الابليكيشنز بتاعت الموبايل وكل الشباب تقريبا يعني كل الناس دي هيكون عندها فرصة محترمة جدا جدا انه ما يتعاملش مع موظف تاني. ايوه موظفين البنوك مش زي موظفين الحكومه قوي، لكن برضو الى حد ما بنشوف ان في تعقيدات كده رخمه ملهاش لازمه او مش لطيفه قوي. طيب الايام اللي جايه انا مطلوب مني حاجه؟ مش مطلوب من حضرتك اي شيء. طيب يجي هنا سؤال، الفلوس دي احنا هنحطها ازاي؟ يعني انا خلاص فتحت الحساب وقبلوا الحساب بتاعي وعملوا له اوكي وفتحوا لي الحساب، ازاي هقدر احط فلوس؟ محتاج اسحب فلوس. هنا بتيجي شركه انستا باي. انستا باي هي اللي مسؤوله، او اي وسيله دفع الكترونيه زي مثلا انستا باي، حضرتك بتقدر تودع وتسحب من خلالها. كمان هيكون ليه البنك هيكون ليه خدمات اي تي ام او ماكينات اي تي ام مخصصه للبنك فقط، لا يجوز التعامل لاي عميل تاني من الفروع اللي موجوده على ارض الواقع او البنوك الحاليه انه حضرتك تتعامل مع الماكينه دي، يعني هيكون ليها طريقه معينه. لما يتم اصدار خلاص انه تم اصدار البنك ده وحضرتك تقدر تتعامل معاه هنقول لحضراتكم، ولكن ليه مميزات حلوه جدا جدا، تجربه محترمه جدا الى حد ما البنك المركزي كمان كان متاخر فيها، للي حابب يتعامل معاها من حضراتكم اوكي مفيش مشكله. اما يعني الناس الكبيره في السن، الناس اللي مش متعلمه، الناس الاميين للاسف مش هيقدر يتعامل مع البنك ده، او انه مش ممكن انه يستفيد من العروض والاوفرات اللي هيقدمها البنك ده. متوقع كتير جدا انه احنا نشوف شهادات بعوائد مرتفعه جدا من البنك ده. وان بنك هيكون تجربه محترمه جدا جدا داخل مصر. انا مطلوب مني شيء؟ مش مطلوب من حضرتك اي حاجه. زي ما انت اليوم اللي بتقبض فيه عوائد شهاداتك هتروح تقبض فيه عادي جدا، هتفضل تتعامل مع البنك بتاعك وعادي تختار ما بين البنوك اللي موجودة على أرض الواقع، وعادي جدا هتتعامل على أرض الواقع مع البنك بتاع حضرتك. امتى ممكن الناس تبدأ تتعامل مع البنك ده؟ دلوقتي خلاص هو تم منح البنك ده الرخصة انه يبدأ يعمل. هنا النصيحة الوحيدة، مش هنتعامل مع البنوك دي غير لما نشوف الأمن أو السيستم الأمن بتاعهم أو التأمين بتاعهم لخدمات العملاء أو التأمين بتاعهم لبيانات العملاء. فلازم هننتظر شوية ومش هنروح نجري عليه ونقول أيوة دي فكرة كويسة، أيوة هي فكرة كويسة، ولكن أنا لازم أضمن إنه هي فكرة ناجحة. في افكار كتيرة جدا لحاجات كتيرة جدا جدا كانت المفروض تتعمل اونلاين في مصر، او انه حضرتك تتحول للتحول الرقمي، والحقيقة فشلت كتير، مش حاجة واحدة ولا اتنين. فمش هنجري على البنك ونقول بسرعة انا اروح اتعامل معاه، لا خالص خالص. انا بس حبيت اقول لحضراتكم لانه احنا شايفين بوستات كتيرة جدا اغلاق البنوك المصرية، حول فلوسك ولا تحول فلوسك ولا تنقل فلوسك ولا تعمل اي شيء خالص نهائي، غير لما نبدأ نقول لحضراتكم انه الفكرة بالفعل كانت فكرة ناجحة، لانه كبار رجال العمل رجال الاعمال هم اللي بيبدأوا يستعملوا الحاجات دي ويبدأوا في التجربة مع البنوك دي. بره مصر الفكرة ناجحة بنسبة 100%، نتمنى انها جوه مصر برضو تكون ناجحة ولو 90% هنقبل بيهم. بتمنى ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لاي حد من حضراتكم، قدرتوا تفهموا القصة ايه والموضوع في ايه، ايه حكاية البنوك وايه حكاية اغلاق البنوك المصرية. مفيش الكلام الفارغ ده خالص خالص نهائيا، البيان بتاع البنك المركزي واضح وصريح جداً.